احمد كريم بيسدد وهدف، هدف رائع من احمد كريم، تسديده رائعه بعد ما تلقى الطابه عن اليمين، هدف كثير حلو للحكمه بواسطه احمد كريم بعد ما لقى ثغره بدفاع الهومنمن. عم نشوف تمريره واحمد كريم بيتقدم وعنزيح منطقه الجزاء، بيسدد بمرمى احمد الصقري اللي ما بيتحمل اي مسؤوليه بهالهدف. احمد الصقري اللي كان امامه فراغ بدفاع الهومنمن وتلقى اول هدف بهالمباراه. 1-0 للحكمه امام الهومنمن. عم نشوف علم الحكمة على أعمدة، أحد أعمدة بالملعب، وجمهور كبير للحكمة مثل العادة، جمهور ملا المدرج الغربي بملعب الصفا. الحكمة يلي إذا فاز بهالمباراة بيتقدم بالترتيب العام وبينافس على المركز الأول بحال تعادل الأنصار أو مع الراسينج بهالمرحلة.